أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقاً عاماً أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد، ويقع في مصيبة أكبر. هذا شأن النعامة، تغمس رأسها في الرمل وتتجاهل الأخطار المحدقة بها. هناك من لا يقلق وهو ساذج، وهناك من يقلق وهو مبالغ، فالمبالغة في القلق تدمر الحياة النفسية، وترك القلق كلياً سذاجة وبلاهة ما بعدها بلاهة. أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق ألا تكلف نفسك فوق ما تستطيع، لا على مستواك الشخصي ولا على مستوى الأمة. فالذين يحملون أنفسهم همومًا أكبر من إمكانياتهم وطاقاتهم، وأكبر مما خصهم الله بها من قدرات، إنهم يدمرون أنفسهم. أيها الإخوة، كطرفة يروى أن أعرابياً كانت عنده أمة، فقيل له: هل تتمنى أن تذهب هذه الأمة وأن تكون خليفة المسلمين؟ قال: لا، لا والله. قيل له: لما؟ قال: أخشى أن تذهب الأمة ولا أكون خليفة المسلمين. عندك شيء حافظ عليه، ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه. ثانياً أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. رجل يطوف حول الكعبة يدعو ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل. اقبل واقعك، اقبل إمكاناتك، اقبل من حولك، هؤلاء قدرك. الرضا يسبب السعادة ويبعد القلق. أيها الإخوة الكرام، لا تقسوا على أنفسكم، إن لنفسك عليك حقا، لا تحملها فوق ما تطيق. لا يعني أن تستسلم، ولا يعني أن تكون شقيا، هذا مما يدفع القلق، لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحا. من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فلما بلغتها، تاقت إلى الخلافة فلما بلغتها، تاقت إلى الجنة. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد
إلا وقد حقق قدرا من النجاح. هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه، ينبغي أن يستوعبه، ينبغي أن يستمتع به، ينبغي أن يحمده، يحمد الذي أعطاه هذا النجاح. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كنت قد اهتديت إلى الله، قد طبقت شرع الله عز وجل، أنت على عقيدة سليمة، فهذه نعمة عظمى يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد. من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس، فالله عز وجل فضله واسع وعميم. فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي ألا تحقد عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي ألا تحقد عليها، فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. البنت التي خطبت أختها ولم تخطب ينبغي ألا تحقد عليها، الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان. شيء آخر، لا تعش الماضي أبداً، ما مضى فات. الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرص، هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يروى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، فقال: رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد، هو أنهم جميعا على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم. أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية: من 6,000,000,000 في بني البشر، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. هذا مطلب ثابت لكل بني البشر. ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال: ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم، فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه، فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف المرض في مرض، من خوف الفقر في فقر، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أيها الإخوة الكرام، من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى، بدليل أن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض الحكماء: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أحد العلماء قال: ضاق بي أمر أوجب لي هما وغما لازما دائما،
وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص منه. ثم عرضت لي الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم.